قمنا اليوم بجولة أخرى إلى منطقة الدواسة، وهذه هذا المكان تم إعادة تأهيله وتنظيفه، والحياة جاهزة لأن تستمر إن شاء الله. دعوتنا إلى أصحاب المحلات أن يأتوا ويفتحوا محلاتهم كما في موصل جديدة كما في الأماكن الأخرى. وهذه الدواسة كما تلاحظوها يعني الجهد البلدي موجود كامل، المحلات يراد لها بس شغل بسيط جدا. أنا أدعو أصحاب المحلات لأن يأتوا ويفتحوا محلاتهم حتى تعود الحياة. الماء أيضا إن شاء الله وصل أو سيصل إلى الدواسة، الكهرباء أيضا سيصل إليها، وحتى وأن يعني تأخر الماء يوم أو يومين هناك جهد للبلدية والبلديات بإيصال الماء إلى منطقة الدواسة. أنا أعتقد إذا أردنا أن نعيد محافظتنا ومدينتنا مدينة الموصل، الجهد ليس فقط على الجهات الأمنية والجهات الإدارية، الجهد أيضا على المواطن وعلى صاحب المحل أن يأتي ويرتب محله ويعيد الحياة. هذا أيضا يعني نقول بأنه على قولة العرب فزعة من أصحاب المحلات بأن يأتوا ويفتحوا محلاتهم، وأنا كل أمل بأهلنا في الموصل أن يعيدوا الحياة كما كانت قبل 10/6. هذا يمكن اول محل فتح بالدواسة. الله الخير. طبعا هذا اول محل فتح بالدواسة. جود الخيالين والله. كم صدق فتحته؟ والله صار لي ما يقارب اكثر من اسبوعين. اكثر من اسبوعين؟ اي والله اكثر من اسبوعين. شايف الوضع الان؟ والله جيد جدا، وجود قطاع البلديه، وجود احمد جاسم واستاذ ستار. طيب شو تقولوا على المحلات الباقيين؟ والله ندعيهم يجون للدواسه وما شاء الله والله عم نشتغل. احد منعك؟ لا والله، لا والله ما حد منعنا. شلون تعاون قواتنا وياهم؟ والله جيد جدا الحمد لله. جربتوا هنا تعاونتوا وياهم؟ والله متعاونين احنا من زمان الحمد لله. منطقة الدواسة شفنا منطقة مهيئة كامل، لقينا الاخوان فاتحين هان شيخانة وفلافل البدر، ايضا محمد ديكور وفلافل البدر المشهورة بالموصل ايضا فتحت، ولا يوجد اي مانع لاي شخص ان يعني يفتح المحل ماله. ندعوهم مرة ثانية الى ان يفتحوا محلاتهم، هسه قاعدين في شيخانة والشباب الحلوين موجودين، وهذه منطقة الدواسة ومنطقة النبيشيت، هي هذه المناطق الموصل الأصيلة. كبير قدمته بلدية الموصل إلى الساحل الأيمن كما عملت في الساحل الأيسر. الآن الحمد لله وصلنا إلى نسبة بحدود 70% من الساحل الأيمن باستثناء المدينة القديمة، تم فتح الطرق. دعوة لأهلي في الساحل الأيمن، طبعا هو المواطن الذي يعيد الحياة كما شعارنا نحن في البلدية، البلدية تعيد الحياة. احنا كبلدية شعارنا الرئيسي المواطن هو يعيد الحياة ويعيد الأمن من خلال عودته وتلاحمه، إبلاغه عن التأخر في الخدمات، مطالبته بحقوقه، كل هذا يجعل حافز الحكومة المحلية لأن تعمل أكثر وأكثر. دعوة إلى أصحاب محلات الدواسة، الدواسة خارج البدء فتح محلاتهم، وسنكون داعمين لهم نساعدهم برفع الأنقاض اللي داخل محلاتهم. نعم نعم. سوق الشعارين طبعا نسبة الدمار فيها 100% تقريبا. حاليا نعمل في رأس الجسر العتيق، سنحاول بعد التنسيق مع القوات الأمنية الدخول فيها إن شاء الله. شارع الكورنيش خلال يومين يكون جاهز شارع الكورنيش. دعوة كذلك لأصحاب المحلات التجارية في الكورنيش فتح محلاتهم ومباشرة بحياتهم. السلام عليكم. جسرك مفتحة؟ والله يومين. شو شغلك؟ والله ضعيف. ليش ضعيف؟ شنو الناس بعد ما رجعت؟ المعامله مال المنطقه الامنيه زين. تقول لهم المحلات رجعوا؟ لا والله على الوايد رجعوا. حتى تنفتح الامور المحلات ترجع ان شاء الله. انت من غادي؟ ملا سوري بس. كم سعر اللفه؟ 500. رخيصة والله، سعر مناسب على سعر المنطقه. صعب. احنا شو بيت؟ الاخ عايز يدعو صوت. اهل المحل
يجون الدواسة مفتوحة، المحلات مفتوحة، القوات الأمنية ما لها علاقة شيء. أكو تصريح أمني يروح يسوي، يجي فتح محله يعني قتل. هسه حتى أنتم محلاتكم فتحتوا. إحنا فتحنا. ماكو شغل، قاعد يصير شغل. نعم. يصير شغل. إيه قاعد يصير والله أستاذ. أهوات، آخر درس قاعدين. خلينا نشوف إذا هو ما يرجعوا يعني راح يعوض محله، تأجر يا أبو غير. يعني ساعات تطلع شارع دواسة رئيسي شو شو، حتى غزة الجمعة يغسلوا البلدية. والله غزة يعني مرتين ثلاثة غسلوا. صح أنا فرع خدمي باكر يتنظف، ما مشكلة. نتحمل. نتحمل بس اهل المحلات ما يقول يعني اقعد ورا تعد اقعد مع حسابات اللي جاهم عيد احنا نعطيهم اللي ما عندي شغل سهله الصحه والله الحمد لله ما شاء الله قاعد تشتغل الحمد لله عافيه اخوي عافيه هذا المرجل الصحيح هذا يعني شغلك انت لبلدك ترى مو بس نفسك طبعا انت قاعد تعمر بلدك وتعمر الموصل هذا الموصل الحبيب علينا